ثانويا اخيرا مجموعه جديده توترات، انا نسميها توترات، والاطراف اللي داخل فيها ليس فقط التلميذ والاستاذ بل كذلك الاباء من حيث الاحساسات اللي تحسوا بهم وانت يعاني وشراف شنو تيوقع. والاعلام مره ربما فيه كاين بلاغات، ولكن مهما يكون تنحسوا تنشوفوا بان هناك توترات، عنف داخل المؤسسه، عنف بين الاستاذ والتلميذ، عنف من طرف التلميذ تجاه الاستاذ، وهكذا دواليك. انا ما قراتش في هذه اللحظه ديالي وانا غنقدم هذا العرض هو عرض تفاعلي وتهمتني خاصه انه نفترض انني ما نسيت العرض ديالي، نفترض انني نسيته وما هيئلوش، ونطلب من شي واحد فيكم ولا شي وحده يدير راسو افتراضا انه هو اللي غادي يقدم لنا العرض. شكون يفترض في نفسه ويشوف عنده الجرأه، وانا ما تنشكش في الجرأه ديالكم، وينو يقدم لنا العرض اللي هو من العنف الى الحب مدارسنا تحتضننا؟ شكون فيكم يقدر يلعب هذا الدور في اللوز كما قيل الجو دو رول؟ شكرا. خمسة دور هي فعلا انت غتقدمين هذا العرض هذا. المدارس ديالنا كيعرفو بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الحوايج، الرأي ما كيتعطاش كامل التلاميذ من طرف بعض الأساتذة، كاين القانون، كاين الضرب، كاين شحال من حاجة، وكاين المدارس بحال مدرستنا الحمد لله كيعطيونا الرأي، الحرية ديال الرأي وحرية ديال التعبير، و كاينين بزاف ديال المدارس اللي ما كيحترموناش، مي كاين هاد المدرسة كتحترمنا، فالقمع أو ال لا سميتو دي محاضرة ماشي هذا العنف ضد التلاميذ هو ما كاين ما غيديتش شي نتيجة في هاد المرحلة اللي حنا خاصنا اللي نصحنا واللي وقف معانا، ما خاصش شي واحد اللي يقمعنا ويقول لنا لا وكذا ما بديش، خاص بالعكس شي واحد اللي يفهمنا ويحترمنا. فهاد الشيء عاد من القمع او من العنف المدرسي الحب يقدر يؤدي النتيجه مزيانه، حيت الواحد فاش غادي يتعامل معاه مزيان غادي تقدر حتى تعطي المجهود ديالك، شحال واحد بزاف عنده مواهب ولكن ما كيلقاش فاش يبينها بالقمع ولا ديال بزاف ديال الناس. جرى العاده هي ان اللي غيقدم شي عرض ولا ورشه ولا فورماسيون تيجي تيقوم بهذا العرض. العرض ديالنا ديال اليوم على هذا التفاعل اللي غيكون اليوم، شكون هما المستهدفين منه حاليا؟ هذا الشيء شنو تربط الكلمه بالتلاميذ اولا، وبالتالي الكلمات اللي تتربط بزاف هي العنف، القمع الى غير ما كاينش اللي تسمعناه ما كاينش، واش فعلا خصنا الاستماع ولا خصنا الانصات؟ حيت ما يمكنش نسمجو الا ما كانش حاجه نسمعو. واش بالفعل كما قالت صديقتكم وخليتكم هي المحاضره والى تقوم بالعرض، واش فعلا الانسان تيمشي غير في جهه وحده وهي قاد جوج؟ نعم صدى السامع هو كيكون سطحي، يمكن انا نسمع حاجه ولكن ما ناخذش بها اعتبار، ولكن الانسان هو السمع بالتمعن واخذ العبره وناخذ المباشر. اكيد هنا شنو غادي نطرحوا المساله؟ شوف لاحظوا معايا العرض بدا بشكل اخر، ما بداش بالشكل ديال غنقدموا عرض غنتصنتوا غنناقشوا وعليه، بالعكس التفاعلي اللي هضر عليه الاستاذ بدر بالفعل من المنطلق بدا وحنا تنتفاعلوا. هذا الانصات اللي تنقولوا خصو جوج فاكثر، هو انصات خصو يكون انصات فعال بقدر ما كاين تحامل على الاساتذه او الاداره او الى غير ذلك، بقدر ما كاين مساله معكوسه، اي ان حتى التلاميذ ما تيحاولوش يتصنتوا راسهم مثلا، ما غيتصنتوا راسهم عرفوا بانكم في واحد السن معين اللي هو نسميه المراهقه، غنقول الاطفال حسب التحديد القانوني اللي باقي عندنا التوتر والمشاعر هما اللي تيمشيو بقوه اللي هنايا في المنطقه الاماميه ديال الدماغ الناصيه، فهاد التوتر وهاد المشاعر هما ايجابيين
ولكن سين سيبيين حيت ما تيكونش عندها في صف فعال مع اللي تتفاعل معاهم. شكون هما اللي تتفاعل معاهم وبغيت نهضر عليهم اليوم؟ الاساتذه. هما الاساتذه. واش الاساتذه جاوا من كوكب بعيد علينا؟ هم اباء كذلك، هم عندهم تما ظروف، جايين واحد الرساله، رساله مقدسه كما تيقول احد الفلاسفه مونتسكيو، تيقول لك اصعب واشقى واقدس مهنه بعد الحاكم هي المدرس. والمدرس نقولوا مربي، فعدم الانصات له وتنجيو بواحد الشحنات ستريسي، غنقول ستريسي، تيجعلونا اننا اي فعل ما عندوش حتى ترفضوه، في حين كما قالت في دور ماشي بالضروره غنكون متفق معاك في 100%، هذا غادي يحترم، ان فعلا خصنا نصمتوا لهاد الناس اللي تيربيونا لهاد الغرض. غنعرض في البدء، شكرا لل عندنا واحد يعقوب، واحد سلايد اللي تيبين لنا كيفاش اننا مثلا راعي وشاري بشنو تنجيو به كتلاميذ. حنا ملي كنجيو عندنا مجموعه ديال الاشياء اللي تتوترنا، مثلا حنا جايين من الدار المؤسسه حامل معنا مجموعه ديال واحد الشحنه المشاعر، واش كلها ايجابيه في نظركم؟ نعم. الستريس او التوتر ديال التلاميذ تنحسوا به جميعا، شنو هما الاسباب او شنو هي الاعراض ديال هذا التوتر؟ هناك اسباب عديده جدا، وحنا اليوم غنشوفوا الاسباب وغنشوفوا الحلول وغنشوفوا هذاك الخيط الناظم، هذاك الخيط الذهبي الرفيع اللي ممكن كما تطرح في العنوان وخدموا الاستاذ بدر، انا غندوزو ما هو سلبي العنف، ما هو ايجابي اللي سميناه به الحب. فالستريس تيجينا من خلال تراكم المواد، عندنا مجموعة المواد والهاجس ديالنا شنو هو؟ الامتحان، والملاحقين بالآباء ديالنا باغين يحصلوا على نتيجة إيجابية للنجاح، وحنا تنكونوا تحت هذه المطرقة ديال الإكراهات العائلية والمواد، وتلقاو راسنا كيف ما تتشوفوا في الصورة تمايا، كما تشوفوا في الصورة ديال هذا اللي تيعبر قدام الصورة أنه تيعبر بأن هناك واحد توتر دوخة بأننا متعبين شنو غادي نلقاو. فين كاين الخطأ عند التلاميذ ملي تيكونوا تحت تأثير مجموعة المواد ويوميا وخصهم يتمتحنوا فيها؟ في نظركم؟ نعم. بالفعل. أقول التنظيم، أقول التخطيط، هل نشتغل بتخطيط في حياتنا العادية؟ والفشل في التخطيط يقود الى التخطيط للفشل. بمعنى اخر، اذا ما كانش تدبير الزمن، اذا ما كانش لا بلانيفيكاسيون اللي تنشتغلوا عليه، اكيد غادي نمشيو مباشره للفشل، وبالتالي غتكون نتيجة واحد التوترات، واكثر من ذلك اننا تنهدروا الوقت والزمن المدرسي، بحيث هاد اللقطات جد معبرة أننا تنجيو للمدرسة في الصباح وتلاحظوا على وليداتنا وبنيتاتنا تيجيو متعبات متعبين، تيدخلوا القسم متعبات وفيهم نعاس جراء ماذا في نظركم؟ وأنا بغيت نسمع صوتكم. السهر. علاش السهر؟ واش تحسد ديال الدروس؟ نكونوا صراحة بعضياتنا. لا. جوج. دروس تليفون. تافهة. واش هذاك اعتراف ولا في إطار الحوار مع ديالنا على طاولة؟ اعتراف. واش هو سلبي؟ بمعنى مسيو يا كلاه. قولي باش غنمشي من الكتاب ونجبد، يعني نقدر نعطي بزاف ديال الوقت باش نقرا الكتاب، اون فوا غادي نكتبو في جوجل ولا في اي حاجه دغيا غادي نقرا. هاد العمليه ديال استثمار الحاسوب في الليل مثلا، واش هو استثمار اللي تيهدر الوقت في الاغلب ديالو، ام اننا فعلا تحتاجوه لدروسنا؟ نكونوا صراحة، واش تنبحثوا في الحاسوب في الانترنت دروسنا، ولا تمشيو تبحثوا في اشياء اخرى؟ دروسنا غادي
سبقت انا كنحكي في الدروس ديالنا وميم طرا حنا عقلنا ماشي في الدروس خصنا غير واحد الطريق دوزنا باش ناخذ التليفون وناخذ الحاسوب. جميل. اذا حنا ملي تنجيو في الصباح وتنحسوا بانه كاين اكراهات ديال المراقبه المستمره وتنجيو متعبين متعبات، اول شيء حطمناه هو الجانب البيولوجي ديالنا وتنقصد لو سيك ديال لو سوميل النوم. تنعرفوا بان النوم هو عباره عن قطار فيه خمس مركبات تندوزو من المرحله الاولى حتى تنوصلوا للمرحله البارادوكسال اللي فيها الحلم حتى تنستيقظوا. الوقت اللي نتوما تتسهروا كما تيقولوا مشى عليك التران، تتحاول تلحقوا ملي تبغي تلحقوا مشاو بزاف لي فالو، تنوض في الصباح متعب ستريسي وعندك الهاجس امتحان وعندك الهاجس ديال الاباء تنتظروا واحد النتيجه اللي هي حسنه. هنا تتبدا عمليه التوتر تزيد، شكون اللي تيكون هو مشجل او قميص عثمان اللي غادي نعلقوا فيه كل شيء في القسم؟ الاستاذ. الاستاذ او الاستاذه. انا ما تنطلبش هنايا اننا نحسوا بالذنب نهائيا، احنا ماشي جينا باش نحسوا بالذنب، جينا نشوفوا فين كاين المشكل وشنو هي الاسباب وشنو هما الحلول باش ما امكن نعطيو المدرسه القيمه اللي كانت ديما تستحقها وباقا تستحقها وغتبقى ديما تستحقها، والمدرس في موقعه كذلك المحترم والمبشر. تلاحظوا ان هذه العمليات التفكير وهذا التعنيف اللي تقدر يكون من طرف بعض الاباء او في العالم الخارجي يمكن له يتنقل من الخارج للمؤسسه، ودائما شنو تنقلبوا كما يقال في علم النفس تنديروا الاسقاطات لي بروجيكسيون، وتنظن تتعرفوا شنو تقصدوا بالاسقاطات لي بروجيكسيون، انني شي حاجه ما تنقدرش نديرها على المستوى الواقعي تنمشي تلوحها على واحد اخر اللي هو في هذه الحاله شكون غيكون مره اخرى هو المستوى. فاذا هاد التشنجات شنو كنطلب منا في نظركم؟ عوض ندير رده فعل عنيفه وسلبيه طبعا امام الاستاذ، شنو كان المنتظر مني كتلميذ؟ نحترمه ننظم وقتي، اولا نحاول نتفهم وضعي، نعرف الاهداف ديالي لي زوبجيكتيف، هاد لي زوبجيكتيف واضحه، شنو هي اولا؟ لوبجيكتيف ديالي انا كتلميذ وكتلميذه، شنو الهدف ديالي؟ نقراو فين باغي نوصل؟ مثلا ناخذوا هاد السنه هذه ديالنا، من حقنا نعيشوا حياتنا كيف اطفال مراهقين، ولكن عندنا اهداف اهم من ذلك. ما نبقاوش نجيو كما يقال بهرقه، حنا عينا كما قالت صديقتكم قبل قليل كاع وحده قامت بالعرض افتراضي في الاول وتنشكرها. بمعنى اخر عندنا متطلبات، فاحنا ملي تنجيو وتنطلبوا النجده ما خصناش نمزجوها، لان طلبات النجده بشكل من الاشكال قبيله صديقتكم، خصهم يفهمونا خصهم يحسوا بينا كاين قمع، ما كاينش واحد الحوار، ما كاينش هناك واحد الاستماع، ما كاينش اصغاء لينا. تنطلبوا نجده من المفروض شنو كان خصنا نديرو في هذيك اللحظه؟ عوض اننا نجيو نعنفوا الاستاذ او نحاول ما امكن نقوموا بسلوكيات اللي هي غير ايجابيه تجاه المؤسسه، شنو كان المفروض نديرو؟ نعم اصلا قبل ما ندخل للمدرسه خصنا داكشي كامل المشاكل اللي عندنا نخليهم برا، حيت حنا داخلين نقراو ما داخلينش باش نكون في كل داكشي اللي قال. اكيد شكرا لدكتور اخر او اضافه. نقول مساعده للاستاذ ديالنا ونعاونه في اي حاجه يعني قبل كل الاستاذ ايضا. اكيد نبدل جميله نستثمروه نستمروا بلا فيستيغ. واش تظن بان شي استاذ ولا استاذه كيفما كان كيفما كانت، واش تظن الى جاء عنده تلميذ ولا تلميذه وما نساوش بان هذاك الاستاذ والاستاذه هو اب او ام، الى ما كانش ديك الساعه راه من بعد، واش تظن غادي يرفض؟ واش تظن بانه نكونوا صراحه، واش تظن بان ما غيتصمتلكش؟ نعم لا لا لا
واش فهمت سمعتوا واحد الكلمه سميتها الذكاء العاطفي لانتيليجونس ايموسيونيل تنظر رفيت ناقشتها مع التلاميذ ديالي مين تنقول الذكاء العاطفي هي ان التلميذ ولا التلميذه عندما يطلب النجده بان هذاك الشيء ما قدرش يفهمه وانا حكش عليه بزاف سواء على مستوى تنظيم الوقت سواء على مستوى الدروس اللي خصو يشتغل في الاول والاولويات ما تنظنش بان اذا كنت تتوفر على الذكاء العاطفي ان الاستاذ ما غيستجيب لك شاب سما واخا ما يكونش هذا الاستاذ ولا الاستاذه عنده استعداد انت تقدر تخليه يسمعك في نظركم كيفاش نقدر نستثمر هذا الذكاء العاطفي نعم في طريقه الكلام مثلا مي تنقول طريقه الكلام سمحي لي قطعتك تنعرفوا بان الكلام ديالنا شحال هو 7% شتي تهضر كامل 7% اللي تيوصل للاخر المحاور اللي هو الاستاذ 38% وهذا الشيء علميا تنهضر عليه 38% لانتوناسيون المقام الموسيقي اللي تنهضر به ماشي غنجي عند الاستاذ ونقول له راه عندي مشكل بغيتك تحلو معايا شوف هاد الحركات علما بان الحركات في الجسد 55% باش نبلغ واحد الفكره فكما قال صديقتكم مشكوره اني اللي استخدمت الذكاء العاطفي ديالي نقدر نستثمر الاستاذ والاستاذه بمعنى اخر عندما اطلب النجده عندما ابتغي شيئا عند استاذتي او استاذي طبعا سيستجيب نعم استاذ كما كنسمعوا حنايا الدارجه حلاوه اللسان حلاوه اللسان شكرا على ان ببساطه نقولوا حلاوه اللسان فتظن بان اذا جيتي عند الاستاذ وقلت هو اب ان لم يكن غيولي اب وكذلك هي استاذه ام لما كانت غتولي ام فيما بعد كيف ما بغات تكون راه غادي حاول تنزل وتستجب لك قدر المستطاع ولكن في حدود من الاخر نفرق بين انني تلميذ ونفرق بانني راه في القسم في مؤسسه ماشي في الصنقه نعم وزاد بعض المرات تكون درس ونزل ما كنتي شي حاجه بس تسول الاستاذ بعض المرات تيقول لك ما جاوبش ولا شي حاجه و شكرا لثاني مره تستعملي كلمه قمع شوف لاحظ كلمه كبيره شويه ملي تنقول الاستاذ يقمعني هذه ببساطه تنسمي واحد الصوره مسبقه على الاستاذ لاحظي معايا جاي بشكل مسبق بان الاستاذ غادي يقمعني اي عندي واحد الصوره نمطيه وعندي واحد الصوره حول ذاتي ليماج دو سوا بانني انا ملاك والاستاذ دائما راه واحد دايما واحد اللي غادي يقمعني ما تنظنش غادي يقمعنا الا كنت انت ولا كنت انا كتلميذ وجيت عند الاستاذه ولا الاستاذ وشرحت المسائل ديالي بهدوء لانني داخل مؤسسه تيحكم واحد التشريع داخل اسوارها وفصولها راه خصني نضابط لهذاك المجال ديالو ولكن انا غنجي كما صرت في هذيك الصور اللي دازو قبيله ما نعش مزيان عندي مشاكل ربما عائليه عندي اكراهات مستريسي في هذاك الشيء كامل ونجي ونكب هذيك جامه الغضب على واحد الاستاذ ولا استاذه واش تتبان لكم بانها منطقيه انا ما تنقولكمش الذنب فيكم ولا الذنب في شي احد حنا ماشي في اطار محاكمات النوايا ولا شنو تيحدث حنا في اطار رتق ما قد فتك من اخر تنخيطوا شي حاجه تقطعات ما عمرها ما كانت عندنا في المدارس ديالنا بحيث ان الاستاذ كما تنقول دائما كاد وبالعالم ما بغيتش نقولها خليتها لكم نتوما انكم عارفينها ولكن ما تنشوفوه تيعكس نتوما ما قلتوهاش غير باش عينوني عليها ماشي انا اللي قلتها لان بالنسبه ليا لانني وانا تنقولها وتنظن حنايا جميعا اللي كبر منكم باش ما نكونش شاكين عليكم لان المساله ديال باغي تحترموا اساتذتنا باقي تنتلقى الاستاذ ديالي كيف ما بغى يكون محيد من الصوره ديال انه تقلق عليا الا تقلق عليا وانا دابا في هذا السن هذا تنقول شكرا يا استاذتي شكرا يا استاذي لان واحد النهار قمتي بواحد السلوك وبان لي هذيك اللحظه ماشي هو هذاك ومع كبرت عاد عرفت شنو كان بغى يقصد من اخر انه لوح الكره فيما بعد فواحد النهار
كنت في واحد برنامج اذاعي مباشر تنتواصل مع الناس صدقوني وانا تنهضر، وقفت في البرنامج حبست وقلت اقبلوا هكا حبست باقي عقل، قلت اقبلوا عقلته وراه كاين مسجل، قلت اقبلوا من هذا المنبر ويسمعني كل استاذ واللي مات الله يرحمه، اقبلوا يد ورجل وراس كل من درسني. نعم الضغوطات النفسيه وديك الوقيته اللي كتمشي عند الاستاذ كتكون باغي غير تهضر، وهي فاش كتشجر داك الغضب ولا داك الحزن اللي كيكون عندك كتشجرو فيه. واحد الاستاذ كتلقى التلميذ ما عندوش ذنب، والاستاذ حتى هو ما عندوش ذنب، كتلقى هو الداخل ديالو هو اللي عنده الذنب ديالو، حيت هو اللي عطاه ديك داك الضغوطات من العائله ولا شي حاجه بحال هكا. انا استاذ ماشي منطقيه. شكرا تبارك الله عليها ريم، ربما وضعت كما تقولوا اصبعها على الجرح، او وضعت ذلك المبضع على واحد الجرح تنقل بالفعل. من هو الاستاذ اخر مره؟ شخص انسان عنده مشاعر، عنده اكراهات اقتصاديه، مشاكل كذلك، ولكن في نفس الوقت عنده مهمه مقدسه. كذلك التلميذ او التلميذه عنده اكراهات، عنده ضغوطات. قبيله شرت لها فداك السلايد قبيله، انا لاحظت واحد الصوره ديال التعنيف الاباء لاحظتوها، ولكن عنده اكراهات اخرى اللي هي الدراسه. الدراسه لا تناقش، ساقول خط احمر بالنسبه لنتوما هنا. علاش؟ شنو المهنه ديالك؟ المهنه ديالك انك خصك تنجح، ولكن كما قلت ترجع مره اخرى، واش عارفين شنو الداخل ديالنا؟ بما انني ما عارفش شنو عندي الداخل مشكل كما تيقولوا كاع، جو نو سي با سو كو جو فو، جو نو في با سو كو جو فو مي جو في سو كو جو اي، بما انني لا اعرف ما اريد لا افعل ما اريد بل افعل ما اكره. ولكن اللحظه اللي تنعرف بانني عندي اكراهات وعندي ضغوطات وعندي خصائص كتلميذ او تلميذه، مثلا لقيت غناخذ على سبيل المثال الحصر، مثلا ناخذ لانوريكسي، ما يسمى باللغة العربية القهم أو فقدان الشهية. فهاد السن تلاحظوا بأنه تجينا واحد الرغبة عدة مرات واللي هي خاطئة، ما خصهاش تكون حالة غير سوية، تنعاني ما يعرفوا بقلة الأكل، وما تنبغيش نفطر، ما تنبغيش كدا، ما تنبغيش نتغدى، ما تنبغيش ناكل بزاف، تتوقع بزاف منا، وهي مسائل لا شعورية تتحكم فينا باش نرقابو، باش نتيروا العائله لينا، باش نتيروا الاساتذه لينا، باش نلعبوا دور الضحيه، وحنا ما عارفينش هاد المسائل. هنا تنقول لك بما اننا ما عارفينش شنو عندنا الداخل، ربما تنكونوا ضحايا او كما تنقولوا بالدارجه مسيوقين بشي حاجه من الداخل، هي اننا كاملين جميع البشر عندنا ذكاءات. كل شيء عندنا ذكاءات. صنفوها في 8 ديال ذكاءات. 8 حاليا كاين اللي تيوصل حتى 11، غنكتفي ب 8. هاد 8 ديال الذكاءات تقدر تكون ذكاء بصري، كاين اللي عنده الذكاء البصري المجالي، وفي هاد الحالة تيكون تيخدم الدماغ أو الفص الأيمن من الدماغ، وهو ما عارفش بأن هذاك الذكاء عنده ذكاء بصري مجالي، هذاك تيهتم بمواد اللي فيها المخيال. نعم كتحيد هذاك داكشي اللي عندك، كتقول انا نقد نديرها، انا نقد نشوف، انا نقد نشوف، جميل تبارك الله عليها، لان هما هذو الحلول اللي جاي لهم. انا جاي الحلول الاخرى، تتفاهم. الا قلنا العنف، عافاكم الا سمحتوني، الا قلنا من العنف للحب، قلت من سالب لموجب. دابا حنا خصنا نلقاو هذا المعبر، هذه الجسر، هذه القنطره اللي غادي نزولها، وهي سهله وفينا. وفي انفسكم افلا تتفكرون، ايه 27 سوره الذاريات. فهنا لاحظوا معايا الوقيته اللي تنقول وتنشكر ريم، عبرت بواحد الشكل ماشي احسن منكم، ولكن عبرت بشكل لخصت شنو تقول. قالت نعم عاودي باش يسمع. انا ملي كتقول على راسك بلي راك مكلخ ولا انت ما تقدش دير ولا ما، شكرا انت تجي شويه وقفتي قدام المرايه وتقول انا راه غادي ننجح، انا راه غادي نوصل، انا راه نقد نجيبها بشي نوت مزيانه، راه كتوصل
بالفعل. وأستاذ نعم كنت قبل منك ليك أنت نعم أستاذ أنا بغيت نقول على ودي التلاميذ اللي قالوا كره عندهم شي مشكل في ديك المادة، راه حتى واحد ما مولود هو أصلا عنده مشكل في ديك المادة، يقدر يكون غير الأستاذ اللي ما كيقدرش كيفاش يوجه كيفاش يعطي الدرس ديالو مزيان، الطريقة ديال التعامل ديالو اللي كرهات التلاميذ في ديك المادة كيولي عندهم مشكل فيها. لا أقول العكس، ولكن أنا نرجع ويأن واحد المسألة نقيت لك ما تقولش العكس اللي قالت ريم. الا مشيت تقلت لنفسي بانني فاشل في هذيك الماده او ما تفهمش هذيك الماده وقلتها وعاودتها وقلتها وعاودتها، عرفتي شنو تيوقع؟ الدماغ تيسجلها، ومن تيسجلها الدماغ تيامن بها. وهنا كما تيقول الحديث النبوي الشريف لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا، ولكن بالمقابل الحديث النبوي واضح تيقول لك تفاءلوا بالخير تجدوا. مثلا درت تجربه بسيطه ما غنديرش مع التلاميذ اللي ربما درتها معاهم، الا جيت مثلا شي تيم من هذوك اللي ما تندرسش عندك مكانه، عندك مكان شكون عنده مكان عندك عفوا انا تاعك انا تاعك بعضياتنا بديتو تعنفوني. نعم عفوا هذيك شفت واش ممكن تقولي لي العينه الماركه هذيك المكان؟ شوفي الماركه ديالها السميه، شوفها مزيان كيف تكتب لها تما تما في الزجاجه فين كتبها. واش مكتوبه؟ هانشوف اجي شي نشوفها. لاحظتوا شنو وقع دماغنا؟ لاحظ تجربه بسيطه جدا وغادي نفهموا شنو تيوقع كما قالت لي. لا راه مكتوبه، شوف راه مكتوبه تما، ها تما حدا هاد السوق. بس عفوا تبي لا ربما شحال كان في الساعة؟ ما عرفتش وانت نقول لها شوفي في المكانة شوفي في المكانة شوفي في المكانة وما شافتش الساعة، علاش في نظرك؟ مشى قلع مع الماركة، أي أنه بشكل علمي شنو وقع؟ شنو وقع؟ جمدت هاد العمل هاد المنطقة ما بقاتش تخدم وخدمت لها هاد المنطقة اليسرى اللي هي اللي فيها التركيز تفكر. فشكرا لك يسرا سبحانك. قلت إذا سمحتيني شنو وقع؟ عفاك الشيء بالشيء يذكر. دونك كيتا قالت ريم تبقى نقول أنا مكمل أنا ما تنفهمش هذيك المادة أنا ما تعرفش هذيك المادة بحال وقع اليسرى حيت بقيت نشوف غير شنو قلت لك أنا أي الدماغ ديالك مشى لهذيك البلاصة فهي مشى لهذيك البلاصة بالضبط شنو غيوقع؟ خليت أشياء أخرى في حين شنو كان خصني ندير؟ عندي حلول كثيرة، أنا غنمشي لها في معرض الحديد ديالي افيك دي سلايد وغنشوف أنه ممكن نخرجوا من هذه المسألة. ترجع وكل واحد قال أنا ما عنديش في هذه المادة، أنا ما عنديش في هذه المادة، أنا ما عنديش في هذه المادة. هذا ما خصوش يوقفنا. ما تعنيش أنا اللي خصني نشوف الجهة الفارغة ديال القيم القيمينة، خصني نشوف الجهة العامرة. مثلا إذا اختاريت وقلت مثلا الوليد قال لي عندي مشكل في العربية ياك، ولكن شنو اللي ما عندكش مشكل ولا متفوق فيه؟ هنا مادة مثلا مثلا أنا على سبيل المثال على سبيل المثال. فإذا قلت عندي واحد الكفاءة وأنا متميز أو تنقدر نخدم الاجتماعيات، بمعنى أنني نخدم الاجتماعيات ونشوف طريقة باش نخدمها ونحاول ما امكن نتغلب على العربيه. كيفاش غنتغلب على هذه الماده؟ غنحاول ندير تقنيات بسيطه جدا منظمه بخطه ونقدر نتغلب على هذاك الخلل اللي عندي. مثلا نخدم وفق مربعات ومثلثات ودوائر، اي ما يعرف بتقنيه الاشكال الهندسيه. شكون اللي عمرو عاش واحد التجربه وتنظن كلنا عشناها لقيت ملي تتبغي دير نتيجه للاب ديالك ولا الام تتحاول تغطي ولا تبرر علاش ما جبتيش نقطه مزيانه في هذيك الماده؟ شكون اللي داز هذه التجربه هذه؟ شكرا على الجرأه وبزاف ما بغاوش يقولوا هذه المساله هذه انا تتحس بانك تتبغي تغطي هذيك الماده. الوغ كو الحلول كثيره وموجوده قدامنا. نعم بالنسبة للنوم
هما هذه المراحل ديالهم الا كما كتكون فكره ديال ترجع لهم. نعم نعم بالنسبة للقسم بالنسبة الشكر موصول إلى كل التلاميذ على تتبعهم ومشاركتهم ومداخلتهم بالفعل. شكرا. قلت جميل ان التلاميذ يكونوا بصراحه في لك جميل انه تشوف تلامذك تشكرهم وبانهم في محط مثلا هذه الصوره هذه ديال واش الاساتذه ما فكروش فيكم واخا نتوما ما حاسينش شنو كاين داكو. نعم نعم أكيد كما تنقولوا دابا بالدارجة تجاوزنا هاد المراحل ديال النوم نشتوهم لوندورميسمون سوميلو تشوف مسائل ربما عمرها كيشاطكم باش نقدموا حتى النوم ديالنا وإذا ما عرفناش نقدموا النوم ديالنا غنديروا ما يعرفوا بلا بول دو ناج تعرفوا ديك لا بول دو ناج كي تاتكم في الاول وغدا وديك الساعه تجبدنا وصلنا لهذيك النقطه وديك الكره الصغيره حنا بحال شفتوا قبيله في السلايد اللي سبقوا عندنا اكراهات هي اكراهات ديال الدراسه اكراهات كذا كذا وتنزيدو نكملوها تندخلو في العالم الافتراضي في الشبكه في الانترنت وهذاك الهروب في الانترنت اللي ما بغيتش نقول قبيله شنو هو هو ان في هذا السن ديالكم في هذه المرحله من 12 تقريبا حتى 90 حتى قبل شويه حتى 19 عام شنو تيكون واقع لنا تيكون عندنا جوج ديال العوالم واش واعيين بها ولا لا جوج العوالم عالم واقعي والعالم الواقعي هو ذاك اللي تيجعل البعض انه يدوز التعليم في الطرف الاخر اللي هو الاستاذ بل الاخوه بل الاباء الى غير ذلك فاذا شنو تندير وتعريف التلاميذ كذلك فاذا شنو تنديرو تنهضو لاين تنهضو العالم الافتراضي هذا العالم الافتراضي راه من بين الافات ديالو قلت قبيله وتنزيد اللح هو انه تيخربق لنا السيكل ديال النوم في الحاله هذه ما امكن نحاولوا نديروا تقنيات بسيطه فيما توتروا فيما تكون عندنا شي رده فعل اللي هي تيقودها شنو قلت هنا عندنا هنا في المرحله بريفرونتال الناصيه الفص الامامي ديال الدماغ عندنا التوتر المشاعر ما امكن نديروا تقنيات بسيطه وعاد قلت دابا الايه الواضحه لي وفي انفسكم افلا تتفكروا فممكن ندير عمليه بسيطه جدا مثلا بوشي اون فان تنحبس هاد المنخار الايمن ياك الايمن عبد الواحد نعم ولكن عطيني شتي اليسار هذا مين تنكون مهتم بشي حاجه اكثر تنشوف الاخر ما تلقاش عندي لا نوسيون دو ليسباس ولا ما تعرفش لي ديمونسيون عاده تمشي لليسار تبعتيني شنو درت هاني انا فغنمشي نمشي لليمنى وتنفست بعمق وما تتحدثش عن التنفس فقط بالرئتين اتحدث عن التنفس بالمعدة كذلك ما يعرفوا هذاك لا ريسبيراسيون باريستوما تنجي تدير وتنفادو وسمع مزيان عفاك التقنية شنو فيها تنحاول نتنفس بهدوء وتنحاول نتملك بالأكسجين علما بأن الدماغ إذا نقصلو الأكسجين بين 6 دقائق و 8 دقائق لا قدر الله تقدر يدخل في كوما تقدر فإذا شنو تيطلب الدماغ دائما الاكسجين شحال تيطلب من الحموله الكبيره ديال الاكسجين تيطلب 20%
اقول 20% تيطلبها مي تيطلبها انت مي تدير هكذا الى منخر تدخل منه الاكسجين اذا شكون هو الفص شكون هو الفص اللي غادي يكون تيرتوي بالاكسجين ليمن وليمن معروف بانه محط العاطفه الخيال الموسيقى الى غير ذلك فانا مي تندير هذه التقنيه هذه تنحاول ما امكن قبل ما ندير شي فعل ورده فعل وفي اطار التوتر اللي تحدثنا فيه عليه قبيله شنو تندير؟ تندير العمليه بهدوء وتنتنفس بالاكسجين السي محمد بالاستوما ديالي وتنحتفظ به لواحد المده اللي تنقد عليها وترخي النفس ديالي عاوتاني مره اخرى بهدوء ولكن تنكون تنقول لنفسي دائما تنخبرها جو شي شوت في نفسي الداخل تنقول مثلا انا هادئه مثلا انا هادئه ما امكن فين تمشي هذا الميساج هذا لما تمشي اكيد شنو تيدير الدماغ كما قالت لنا قبيله ريم تيتقبل الفكره كما درنا التجربه مع يسرى شنو وقع مشى الدماغ لواحد البلاصه فين انا رسلتو اذا ملي تقول الدماغ انا هادئه انا واثق في نفسي الى غير ذلك وكي تيتصرف في نظركم اكيد تستوعبوا وتنتعامل بواحد الشكل متزن كانني كما تنقولوا بالدارجه تنكبرت قدام عيوني نعم مثلا ملي كتكون كتحس بالالم مثلا في يديك ولا مثلا في رجليك كتقول لعقلك بلي انا ما ضرنيش انا واخا انت كتكون كتحس كتقول انا ما ضرنيش انا مريت في واحد الوقت كتبقى كتحس بوالو حيتاش عقلك بحال هو اللي كيتشكى بدوك الالم هو اللي كيعطيك داك الشعور بلي راه رجليك ضاري ملي كتقول له انا ما ضرنيش انا ما حاسس به كتحيدو الالم اكيد بنتي حيت الا قلت انا غادي ندير واحد التخطيط باش نشتغل باش ننجح باش نرضي نفسي باش نرضي الاستاذ باش نرضي والديا بالفعل غادي نوصل عاد دابا قلت تفائلوا بالخير تجدوه لا تتمرضوا فتمرضوا فتموتوا انني درت واحد الخطه درت واحد الهدف بشكل مدبر افيك جيستيون وغادي نوصل له نعم هاجر ياك ولا نعم وقيله في المسألة هي واحد التجربه شي واحد غير عيان شويه ومثلا تجمعتو نتوما بزاف وكتقول لي شوف لون وجهك كي داير راه باين عليك المرض راه باين ها كيجي لي مرض اكيد لان انت معطي واحد الميساج للدماغ ديالي فانا قلت هادو امثله جميله جدا اللي جبتو فقلت شنو هو الغرض من العرض ديالنا اصلا التفاعلي والتحاوري هو اننا كيفاش نتحكموا في اعصابنا كيفاش نتحكموا في كل ما تصدر علينا لغايه واحده شنو هي شنو الغاية من هادشي كله؟ لا تحكمنا في التوترات ديالنا وقدمنا الغيب، نعم كان نعم. مثلا ولا حيدنا ستريس شنو ممكن يخش على هاد؟ جميل جدا وهي اللي غادي نوريكم نعم بعد ما تهضر علينا، نعم. أسامة الدماغ هو مستقبل المعلومات، أي معلومة قلتيها عليها غادي تتكلم، قلتي لي تتكلم غادي تتكلم. أكيد، حنا هنايا إذا قلتي له تكلم غيتكلم أكيد وفي نفس الوقت حنايا كما غتشوفوا هنايا عندنا واحد السبعة ديال المفاتيح باش تحيدوا الستريس ديالكم أولا نو با شيرشي أيت بارفي عمرك ما تقلب تقول أنا راه صافي واعر جميع مانع ما 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 حتى شي واحد ما بحالي وخصني نكون بارفي أبخوند غادي نو مثلا غنجي عندك نقول لك شتي بلا ما تمشي للمدرسة اليوم أولا من نخرجوا من المدرسة غنمشي نلعبوا شي حاجة الوقت غادي نزيو بشكل خايب نو يفو دير نو ليسي بارفوا دي شوز انكومبليت ماشي تقدروا تكملوا كل شيء خلي شي حاجة ماشي تقدر تكمل كل شيء باش ما تكونش بارفي نو با فولوار بلير ا توس ما يمكنلكش ما يمكنلكش ترضي كل شيء برانيفيي دي طون بور فو وهي اللي تحدثنا عليها قبيلة ليسي الي لا كولبابيليتي معنى اخر داك الشعور بالذنب ما امكن بعدو منو سيرتو فهاد السن بعدو من الشعور بالذنب
ما تبقاش تحسوا لا انا ما تنسواش انا خايب انا ماشي مجتهد في الماده الى غير بحال قلنا اورغانيزي سافي بور ميو جيري نظموا حياتكم وتنتمنى تكونوا تتفرقوا بين التنظيم والتدبير. الان كيفاش نتعلموا شي مساله اللي كنا تنسعاو لها اللي هي الثقه بالنفس. لكي الثقه بنفسي مساله فيها مشوار فيها خدمه وخدمه ماشي سهله. شكون اللي باغي فعلا يكون تيثق في نفسه؟ صحابي حتى انا انا بغيت نتعلم معاكم كيفاش ايش بغيت نثق في نفسي. انا هبدا غنقص انا ما تنثقش في نفسي خصني يكون عندي الشجاعه ماشي الشجاعه الجسمانيه لا لا الشجاعه ديال انني مثلا خطات في استاذ نمشي عنده نقول له اعتذر خطات في حق بابا وماما نمشي نقول له اعتذر ما درتش الماده الفلانيه ما رجعتهاش ومشيت نتفرج وتنقاط الشبكه نمشي نقول وما كانش خصني ندير هكذا اش قصدوا بهذيك الشجاعه كذلك سي الثانيه ذا شاريتي الاحسان لا اقصد بالاحسان هو انني مشيت فقط نحسن للاخرين احسن لنفسي مثلا درت واحد المجهود في ماده كنت نجيب فيها 4 وجبت فيها 11 ساحسن لنفسي في الليل نعطي لنفسي هديه وتكون اي شيء قطعه شوكولاته ورده نعيط لصديقتي نشكرها نكتب لبابا ولا ماما احبك ونعطيها له نمنع نفسي انني نضيع الوقت هذا احسان كذلك الحرف الاخر اس استيم اوف اور سيلفز تقدير الذات حينما اتحدث عن الثقه بالنفس هي اولا تقدير الذات ثم اس ذا سيلف اكسبتنس قبول الذات اذا لم اقبل ذاتي فانني لن اثق بنفسي واخيرا اس اللي هي ذا سيلف كونفيدنس الثقه بالنفس لهذا الغرض ادعوكم لتتبع بعض الخطوات لكي نخطو تجاه الثقه بالنفس دائما دائما باش نكون تنتعلم الثقه بالنفس دائما اكسبت لي كومبليمون اعطيني شي كومبليمون مثلا واحد كتقول عليا قول لي شي واحد يقول لي شي كومبليمون مثلا شكرا صافي ماشي ماشي ما عمري ما نكون عندي لغه ليزارجي ليزار هذاك لي ليزار ما بقاش شكرا لا وما نهضرش بصوت خافت شويه وصافي شويه ماشي كاع لا زوينيت دائما لي كومبليمون باش تعلم الثقه بالنفس غنرجع لمساله الوقفه غنرجع للتوناسيون والمقامات الصوتيه كي تهضر قلتي لي نهضرك زوين متى غنجي ندير بالفعل لاحظوا معايا في هذه اللحظه كاين شويه الغرور بالفعل انا غنقص من الغرور ها هو غينقص تبارك الله عليك دغيا قلت تفهم تبارك الله عليك مزيان هذاك الشيء ديال النهار لاحظتي رجعت لا بالونس ماشي بالفعل ما كاينش اللي عنده هنا ماشي ثقه بالنفس ولكن غرور تقدر تقول شويه بديت لا شوف قبيله لاحظتوا معايا قلت ما يكونش الصوت لي زاردي زعما ما نقصش نضغط شويه لا اولا نجي نقول كل شيء تيقول هادي غرور وبينهما برزخ داكوغ حنا غنجي نقول له بالفعل شكرا وني انت عويناتك ديال الفنان رقيقي لاحظوا جلي فالوريزي بوغ مو فالوريزي ثانيا بونسي اي بريسيزي سكو تي فو غنمشي عند الاستاذ حنا تنهضروا على موضوع العلاقه بين الاستاذ والاستاذ التلميذ ماشي نمشي عنده نقول له استاذ بغيت نقول لك لا واخا تنبعد حيت شنو tu n'as pas bien digéré ma dentiste شنو باغي وما عارفش شنو باغي وكيما قلت قبيله car je ne sais pas ce que je veux je ne fais pas ce que je veux mais je fais ce que je hais بما انني نعم بحال مثلا كنتي انا مثلا كنمشيو للريستور مع لا فاني شي حاجه ممكن يجي سيرفر كلمه مني كلشي كياخذ شي وبغى ما كتوصل مثلا ليا كتقول اخذ لي خديت تبارك الله على حاجه ما عمرك ما تمشي
هي سواء مثلا عطاتنا المطعم والنادي مع العائله في وجبه ماشي نقول واللي لا خص يكون عندك راي وماشي بالضروره نتبع وماشي بالضروره نختلف ولكن نكون واضح وثابت وعارف شنو باغي ونقوله بشكل واضح ليس متلاعبين. نعم حيت الا تصرفتي بحال هكاك يقدر هذاك الراي اللي خداو الناس الاخرين ما يعجبك شوف من الاخر غتصدق حط اللوم عليه وكا اكيد تبارك الله غاردي دون لي زيو دو لانترلوكيتور ماشي الاخر تيهضر معاك وانت تتحضر عينيك وتتهربهم اما ما مهتمش خاصه الا دخلنا لغه الجسد الواحد تيهضر معاك وانت حل عينك ما بقيتيش تترمش راه ما بقاش تي معاك راه ديكونيكتا وانا نبقى نحوم بعيني ولا نحضر لتحت اول انطباع غير سلي الدماغ هو انك ما تثقش في نفسك وهنايا تتبني واحد اللعبه شويه ماشي ما فيهاش توازن. نعم ويعني خصك راه يكون كتحترمو يعني جيتي تحترمو كخاصك تقولو خصك تحضر عينيك جميل هنايا شويه وامل. نعم واخا مسمحتي هذه مساله ديال الاحترام ما غادوزش المده كامله من اخر كيف ما غادي نرجع لابوستور ملي كنت تنهضر مع الاخر مي غنكون حاضر عيني بداي بحال هكدا راه فيها نوع من الخنوع اكثر ما فيها احترام. الاحترام عنده مواصفاته عنده اليات باش تنشر هي باش نفرقوا بين الخجل والعفه والاحترام راه كاين هناك اختلافات وتنشكرك هذه مساله مهمه جدا للاوي انا. نعم عبد الواحد استاذ هو واقع كتشوف لي في عيني راه كتعطي احترام ولكن حبستي عينيك راه كطيح منك انت شويه واخا كتهزلي هو الاحترام واخا كتعطيه هو الاحترام تشوف لي في عيني ورا الاحترام ما عطاه ليه في من الكلام ديالك صافي حلاوة الانسان كيف ما قلت قبل المثال وقلت انا قلتها في مباشر على الهواء كما تقول هذه الاتيه في المباشر وقفت الحلقه تنهضر وحبس وقلت اقبل يد وارجل وراس كل من درسني واللي مات فيهم الله يرحمه من اخر هذا الثقه في النفس هذه الشجاعه اللي هضرت عليها في السيد ديال ساكسس تجعلني انني تايق في نفسي ولكن في نفس الوقت راه فيها احترام انني غنجي قدام استاذي قراني شحال هذه مي غنكون تنشوف فيه كما تيقولوا ساطئ في لحظه ما ولكن ساكون شامخا في نفس الوقت لانه بفضله فاذا متى نهضر مع الاخر متى غنمشي ندير واحد لونتروتيان ديال شي خدمه وياه وغندخل نحني راسي هو تيهضر معايا تنقول زعما اما غنمثل العفه ولا الاحترام ولا غيره غادي ينقص مني غيقول هذا ماشي جري ما عندنا ما نديرو به في هذا المجال. كذلك نقطة أخرى عافاكم نو سوي با فيكتيم نو سوي با بريزونيي دو طون ايماج دو سوا دو فونتر ايماج دو سوا اللي قالت ريم قبيلة ما تحبسش راسك واحد الصورة عطيتيها لراسك ما عمرك ما تقلل من راسك غنقول بالدارجة واحد مثل شعبي جميل ربما ما عرفنش نتوما داك الشيء ديال المكياج ديالنا في بكري في المغرب تنقولوا الحرقوس وتنقولوا تتعرفوا هذا البيض والحمير الى غيره فتيقول لك اللي ما غانيش بكفوسي الكفوس هو داك الفحم اللي تيكون في القدره وفي نفس الوقت تطلق على السميد ديال واحد المنيد اللي تيكون عند الطباخات ولا عند الام ولا عند المهمه تديرو هنا مره مره تتمسح تنسميو الكفوس حيت به كنا تمسحوا القدره دابا كوكو وتنقولوا هو الوسخ اللي ما بغانيش بكفوسي ما بغانيش بحرقوسي الحرقوس هو باش تيديروا الطراسه ها عرفتي تبارك الله شنو هو خليوها تبارك الله هو ما اجمله بين كان طبيعي بالقرنفل تيديروا تاع هما ديال التمر بالقرنفل وتيديروا الحوت وتيحمروا وتيجمروا وتيدقوا هذيك الساعات فاذا حاول تقبل على راسك عافاك ليش لاحظوا معايا لاحظوا معايا il faut avoir une posture de confiance en soi لاحظوا هذوك فات عفاكم في اطار لغه الجسد لاحظوا معايا هل تنم هذه عن ثقه بالنفس واخا هذه لا تكبر 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 تواضع شنو قلت لكم قبيله الكلام 7% كاع الكلام تنهضروا 7% l'intonation l'intonation 38% 55% ديال الجلسه فما امكن نتحكم في هذه العمليه كامله ونضبط حركاتي تكون ما امكن مضبوطه واش ساهل نضبطها
لا ماشي زعما تدريب حيت بعض المرات في شي مواقف ما كتحسش براسك بالتصرفات اللي كدير. واش عارف انت السرعه اللي تيصيفط الدماغ من خلال 100 مليار عصبونه اللي عندنا والحركه اللي تخرج؟ مثلا الا شدينا ثلاثه الاشكال الحركات ديالنا اللي هي ميكرو ديمونجيزون، مثلا تتهضر تدير كل واحد فينا تيدير دابا نيت هكذا، او ميكرو فيكساسيون داكوغ او لا غير. شنو السرعه ديالها؟ السرعه ديالها شحال هي؟ هي 299.794.458 متر في الثانيه. صعب انني نتحكم فيها، ولكن مع المراس والدربه تيبقى نقدر نتحكم في حركاتي باش ما تخونيش. كيفاش باش ما تخونيش؟ باش نكون متزن. باش نكون متزن باش نكون تنطيق في نفسي. فاش بدا الهضره على عمليه او طريقه باش توقف مع الاخر باش نحسو ويكفيني نحس بانني عندي ثقه في النفس. وشير مره اخرى، لا اتحدث عن ثقه بالنفس الغرور، ليس ثقه بالنفس، لان غتنفر الناس مني وبالتالي غنبقى معزول وفتقد الثقه بالنفس ديالي. ولا اتحدث كذلك على عدم الثقه او الخنوع كما بينت قبيل. اهم شيء كما قلت وتنذكر هنا ريم، عفوا، تقدير الذات، استيم دو سوا. راه اللي ما قدرش ذاته كنت متاكد بانه ما غتقدرو شيء وما غتكونش عنده ثقه بالنفس. تقدير الذات كذلك تتطلب واحد الميراث، تطلب واحد التربه، ويمكن لي نبداها بهذا الشكل. مثلا جبت 5/20 في شي ماده، واش تشوف 15 اللي مشات لي ولا نشوف 5 اللي جبت؟ 15 ما مني والو، ما غاديش نقدر وغادي نزيد نفشل. قدر ذاتك، يا في القليل يا في الكثير باش يمكن لك توصل. طبعا بتدبير بخطه، وقلت قبل قليل الفشل في التخطيط يقود الى التخطيط الى الفشل. ما نخافش من شنو جاني سلبي، بالعكس هذاك اللي جاني سلبي خصني نقاومو. قبيله جبتي اوبرا، اوبرا دخلات الصحافه اول هديه تلقات جرب عليها. عرفنا المساله غير صالحه. شوف دابا حاليا راه مشروع غتقدم للرئاسه، عفوا فيروز من اجمل الاصوات. شعاب حداد او فيروز تعرفوا بانه كانت تغني في المدارس بحال كما بدات تغني. مشات دخلت المعهد الموسيقى، استقبلها الرحباني اللي هو زوجها من بعد، استقبلها بدات تغني. اخباركم جرى عليها قال سير صوت اجش فصنات نشاز. خرجت في الكلوار تتبكي، تلقاها واحد السيد اللي هو حليم الرومي اللي هو الاب ديال مجد الرومي. تلقاها ما كتبكي كطفله بغى يتعامل معها، مالك؟ قال لها اجي. قال لها خاطرها تيعزف لها تتغني بشي وشويه، تقاد الصوت، احتضنها الرحباني. سي لا ديفا ديال العالم العربي حاليا والاسلام العالم العربي. فما عمرنا ما نشوفوا الجهه الفاشله فقط. الجهه الفاشله خصها تكون بمثابه محفز، بمثابه واحد بطاريه باتري مجد منها باش نخدموا. فاذا قدر ذاتك، ما تشوفش اكثر ما انت، ما عمرك ما تشوف راسك سبع. القط نورمالمون شنو خصو يشوف في راسه في المرايا؟ والسبع شنو خصو يشوف في المرايا؟ واش هاد الصوره فعلا فيها نشاز؟ واش سوية او غير سوية في مدرسة؟ علاش؟ مثلا نعم كتكون سوية مثلا فرمون ليك مثلا كيبان لك راسك نتايا فاشل وما كدير والو، تقدر تشوف راسك في المراية حاجة أخرى، تشوف راسك بلي راك عالي وراك طالع وتقولها في بالك وديرها في بالك وتوصل لها. ممكن
ولكن الا كانت عندي خطه مضبوطه ويكون عندي الطموح كما تيقولوا على قدين. نرجع لواحد المساله مهمه، متى جيت تنقول عندي رغبه نكون ناجح، عندي رغبه نكون استاذ، الرغبه رفق، اقول رفق، الرغبه محطات ماشي ديزير هو كل شيء. ديزير رفق، بحيث ان الراه هذه الرغبه خصها ثلاثه المحطات. المحطه الاولى خصكم رغبه حقيقيه. في الاول الثانوي والثالث كان كنا ندخل داك الوقت كان اول حصه وكان دخول قال لي شكون اللي ما عندوش ثقه في راسه وكذا وكنا اللي هزينا وكنت انا قال لي اجي بنت سميتو وقال لي علاش ما تيقاش في راسك؟ قلت له بلي منين ما كنقدش نهضر مثلا كتقد تكون عندي المعلومه انها صحيحه ما نقدش نقولها حيت كنخاف لشي حد يضحك ولا شي حاجه. بالفعل دابا كنقد نشارك ونقول اللي عندي ما تنخافش. عطيت راسي واحد اني نقد نقول واخا نكون خاطئ نتقبل الخطا ديالي حيت غادي نتعلم منه بزاف د الحوايج وبزاف فغي. استاذ ديال التربيه الاسلاميه عاوني بزاف اني في هاد الوقت راني ما كنتش غنقد نزيدي ونقول شنو عندي. شكرا. وغنختم بواحد فكرتني ما كنتش غنقولها فكرتني دابا ريم. واحد المهم السفير ديال المغرب في الشيلي عبد القادر الشاوي وهو روائي معروف وعاش في وسط بسيط جدا تبارك الله قرا من المناضلين الكبار في هذه البلاد عنده واحد النص تيقول فيه وهي باغا نختم تيقول فيه هكذا تحولت. شنو كيفاش تحول؟ كانت حياته بشكل غادي تقرا واحد النهار صادف ان الاستاذ الفلسفه دخل القسم وبقى تيشوف فيهم كامل في التلامذ وشد الوراق وبدا تيفرق وهو عرقان وخايف بانه غيجيب نقطه خايبه وخلى الورقه الاخيره ديال الروائي والسفير ديال المغرب الشيلي السي عبد القادر الشاوي وقال له انت كان في طالب في الباك قال له انت ستكون فيلسوف انت قال لك هكذا تحولت. حياته كامله ان سول ديكليك اللي كان ايجابي بحال اللي قلتي ريم تغيرت حياته اي نتيجه ايجابي وهذا اللي كان البدايه. السلبي كان هو في العنوان العنف والايجابي كان هو اتمنى ان اكون قد نثرت شيئا من الحب في هذه القاعه في هذا اليوم فيما بيننا وشكرا.